أعلن وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في أوكرانيا ستيبان كوبيف أن صادرات أوكرانيا إلى الولايات المتحدة خلال النصف الأول من هذا العام تضاعفت مقارنة بما كانت عليه العام الماضي بمؤشر بلغ 470 مليون دولار، بينما لم تتجاوز الصادرات في العام 2016 230 مليون دولار. وفقا للمسؤول الأوكراني فإن هذا راجع إلى النمو الاقتصادي الكبير الذي شهدته أوكرانيا، وكذلك ارتفاع صادرات الحديد الصلب.